مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في حلقه جديده من انفاس سبور. حلقه اليوم غادي نخصوها ايضا للحديث على كره القدم النسويه والمشاركه ديال الجيش الملكي في دوري ابطال افريقيا للسيدات اللي غادي تقام في المغرب. وضيفنا اليوم اطار وطني في كره القدم النسويه هو عادل فارس. سي عادل، مرحبا بك معنا. شكرا استاذ نهاد، شكرا كل متتبعي قناه انفاس بريس، وخاصه في هذه الحلقه الرياضيه اللي نتمنى تكون متميزه وخاصه بكره القدم النسائيه بالشغل الراي العام. بارك الله فيك، مرحبا بك معنا السي عادل، وشكرا على قبول الدعوه. الشكر موصول لكم ولكل المتابعين الكرام. سي عادل، اليوم غنتكلموا على دوري ابطال افريقيا للسيدات اللي غادي يكون في المغرب خلال شهر نوفمبر المقبل عفوا، وغادي نتكلموا على المشاركه ديال ممثل كره القدم المغربيه اللي هو فريق الجيش الملكي سيدات. القرعه وضعته في المجموعه الاولى الى جانب مجموعه من الفرق اللي كنقولوا عندهم خبره. شنو هي قراءتك لهذه المجموعه هذه؟ اولا وقبل كل شيء، بعد يزيد شرف كره القدم النسائيه ان دائما تكون ممثله داخل هذه البطوله اللي عندها السنه الثالثه ديالها، يعني السنه الرابعه بعد ثلاث سنوات اللي دازت، وفريق الجيش الملكي هو بطل النسخه الثانيه، يعني غادي ينافس بطل النسخه الاولى وبطل النسخه الثالثه. اذا زائد انه تزاد فريق اخر، هو فريق ديال كاين ديال سان داوز وكاين ديال الكونغولي، يعني مازيمبي، يعني هنا هادو هما الثلاثي اللي غادي تدور عليه هذا البطوله هذا، لان المكانه ديالهم والقوه ديالهم في كره القدم النسائيه خاصه جنوب افريقيا هي فرق متقدم او دوله متقدمه في كره القدم النسائيه، يعني راه كتحصل الصف الثاني افريقيا بعد نيجيريا. وبالنسبه للمغرب، يعني المغرب راه ولا على راس شمال افريقيا ولا على راس العرب، يعني مع العلم ان هذا العام هذا غادي يكون سنه اللي هي متميزه للجيش الملكي، لانه غير الجيل ديالو، فراه البناء التركيبه البشريه ديالو تغيرت بواحد النسبه كبيره. اذا الجيش الملكي الى وصل النهايه فراه يعني في الاتجاه الصحيح، حسب تغيير الجيل ديالو وتغيير اللاعبات. اذا لا خوف على الجيش الملكي مستقبلا وعلى الكره المغربيه، اذا كاين استمراريه في العمل. سي فارس، خلال ما فهمت من كلامك يعني كاين حظوظ كبيره ان اللقب يبقى في المغرب مادام انه سيقام بالمغرب. وفي الحقيقه هذا ما نتمناه، ولكن نتمنى شيء والواقع هو شيء اخر. الواقع راه فيه مازيمبي وفيه سان داوز، وخاصه ان الفريق الكونغولي تشرف عليه لاعبه اللي هي تعرف خبايا كره القدم النسائيه، وكونت فريق اللي هو مثالي في الدوله ديال الكونغو. يعني هنا كتبقى المنافسه غتبقى بين هذا الثلاثي هذا، فانا كنقول الى الفريق الجيش الملكي الحق نصف النهايه او النهايه فهذا راه انجاز، اما الفوز باللقب فكيبقى صعيب في ظل وجود هذ الفريقين، وخاصه الفريق ديال جنوب افريقيا لان فريق متمرس، فريق عنده لاعبات لقويات. اذا نحن نتمنوا ان الجيش الملكي يكون قوي، خاصه بناء على ما هذ المقابلات الاربعه اللي جراو في البطوله الوطنيه، فالجيش الملكي باقي ما عرفش الخط التصاعدي ديالو والتاقلم ديال المجموعه اللي كاين عنده. اذا والتجربه ديال هذ اللاعبات تجربه محدوده، خاصة بعد انتقال ديال مجموعة ديال اللاعبات، حتى الرجوع ديال تاكناوت اللي راه غادا تلتحقوا الفرق ما تلتحقوا حتى لورا الميركاتو، يعني تيتلعب الكاس، يعني دائما غادي نشوفوا مجموعة ديال اللاعبات غادا تشارك صغار، بالإضافة بأن ما عندهمش تجربة إفريقية. يعني هذا الشيء شوية كيصعب من المهمة ديال فريق الجيش الملكي. بال 100%، علاش؟ لأن الفرق الأخرى مهيئة، محافظة على التركيبة ديالها، عندها هدف. الجيش الملكي كيغير الثوب ديالو الجيل ديالو، ولكن كنتمنى هاد اللاعبات اللي كاينين دابا ياخذوها بواحد تحدي، لان غادي يبينوا على العلو الكعب ديالهم، بالاضافه ان باش تبقى المنافسه يعني بين الثنائي على الاقل بين سان داوز وبين الجيش الملكي كما عرفتها السنوات اللي دازت. سي فارس، من خلال كلامك واش كتشوف ان خطا ان الفريق يفرط في الركائز الاساسيه ديالو؟ وشوف، البقاء لله سبحانه وتعالى، يعني فرق كبيره راه كيمشيو لها لاعبات، يمشيو لها مسؤولين، يمشيو لها الادارات، والجيش الى ما غيرتش وعطات الجديد فاللاعبات راه بداو كيتقدموا في السن، وخاصهم حتى هما يحسنوا من المدخول المادي ديالهم وعده امور، لان هاد اللاعبه غيجي واحد العام غادي تحبس. اذا ولكن النادي ما غيحبش، النادي في استمراريه، الا كان في استمراريه خصو يكون تكوين ويكون عمال ويكون هذا هو اللي غيبان على الجيش، الى اي حد هما قدروا يعوضوا الركائز ملي كتمشي لك الشباك وتمشي لك الجرايدي وتمشي لك اول حاجه يعني هذو الركائز، وملي كدير لاعبات اخريات كتجيبهم من فرق وهما
متميزه في الفرق ديالهم وكيلعبوا في المنتخبات السنيه. اذا هنا كيبقى الاداره ديال الجيش الملكي لا التقنيه لا الاداريه الى اي حد اهلوا هاد اللاعبات نفسانيا وتقنيا وبدنيا اللي خوض غمار تجربه جديده في افريقيا وتعويض يكونوا خير وخلف الخير سلف. كنظن ان المدرب ديال فريق الجيش الملكي عليوا عنده من التجربه ما يخوي لا انه يقدر ياخذ هذه المنافسات وهو على درايه كبيره بتفاصيلها. وهذا واش كتشوف هذا الامر استاذ فراس؟ لا 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 ليس لا علاقه لتجربه المدرب بالانجازات اللي غدار في ارض الواقع. لان رجعنا للكاس الاخيره راه سبورتينغ لحقوا مع مدرب لاول مره كيخدم مع كره القدم النسائيه لا يعلموا من قريب ولا بعيد كره القدم النسائيه وصل النهايه. اذا تجربه المدرب كتبقى تجربه ليه هو كيفاش غادي يجي، ولكن انت الجنود اللي عندك راه هما اللاعبات خبره اللاعبين. الا هذوك الجنود اللي عندك ما داخلينش على اساس القتال والدفاع على واحد هذا راه خاص تكون عندك خطط كما بغات تكون، خاص تكون يعني تجربتك دامت سنوات وسنوات. وهذه كاس الناس كتدخل ليها لحصد المال وحصد اللقب، خاصه ولات عندها واحد القيمه ماليه اللي هي كبيره، وهذا الشيء راه هدف ديال الفرق اللي باش تنتعش الخزينه ديالها. اذا الكره الان عند لاعبات الجيش الملكي وكل التوفيق لهم وتمنياتنا لهم بالتوفيق. هذا هو اللي كاين وهو هذا غيزيد كره القدم النسويه المغربيه واحد الشرف اخر للاقلاع وتبقى المنافسه. حنا كنا نمنيو نفس تكون مشاركه ديال جوج الفرق من المغرب لان هذا هو اللي كان خص يكون. الجيش الملكي هو بطل شمال افريقيا، ولكن عطى الهديه لمن عطاها الفريق المصري، فريق اللي داز كوصيف بطل شمال افريقيا. كنا نتمناو بان يكون الجيش ومعاه سبورتين كيلعب نفاس تكون حاجه اخرى ثانيه. يكون حضور مغربي قوي يعني، وخاصه سبورتين حافظوا على اغلب الركائز ديالهم، غيروا ضافوا بزاف ديال الحوايج، وغادا تكون بعدا على الاقل جوج الفرق غادي يعطي واحد اضافه. سي فارس، المغرب للمرة الثانية على التوالي كيحتضن هذه المنافسات هذه، ماذا يمكن أن يقدم هذا الأمر لكرة القدم النسوية المغربية؟ طبعا هذا كيدل على أن المغرب عنده بنية تحتية جيدة، ملاعب وهذا اللي تقدر تحتضن منافسات من هذا الحجم هذا، ولكن أشنو كيفاش كيخدم هذا الشيء كرة القدم النسوية؟ وبالحقيقة أول حاجة باش كنحاولوا نديروا واحد توسعية في انتشار كرة القدم النسائية في المغرب وحتى على مستوى عالي، وهذا غيكون عنده نقل يعني حتى الامهات الاباء الاسر اللي كانت تمنع بناتها في واحد الوقت وهذا انا غتنتعش غادي يقول شو لاعبات لاعبين على مستوى عالي، شنو هو الهدف من هذا الكاس، ما بعد الكاس شنو كيكون. بالاضافه لكره القدم النسائيه ديالنا او المسؤولين الاداريين او اللي مسؤولين على الشان الرياضي عامه كيشوفوا حتى الطرق ديال التنظيم ديال التدبير، غير هو اللي خصو يكون وباقي ما شناش في المغرب وفي التظاهرات، وكيفيه توصيل الثقافه الرياديه للدول الاخرى والثقافه والحضاره المغربيه اللي عندها واحد 12 قرن ما كنستغلوش كره القدم والتظاهرات والتجمعات بحال هكا باش نحاولوا نقدموا الفرق ديالنا، نقدموا المدن ديالنا. يعني شنو حنا مقبلين على كاس العالم خمس مرات كره القدم ديال الاقل من 17 سنه، عندنا كاس العالم ديال الكبار، عندنا كاس افريقيا، دائما التظاهره كتبقى منحصره غير على اللعب، كيلعبوا وكيمشيو من الفندق للتيران الله يعاون الجمهور، ولكن خاصنا حتى الفرق اللي كيجيو يبداو يعرفوا الحضاره المغربيه اللي عندها. راه الحضاره المغربيه راه من الحضارات هي القديمه وممتده يعني لسنوات يعني هنا جا القرون، يعني هنا خاصنا ان نستغلوا الانشطه الرياضيه في تقريب الثقافه المغربيه ونبينوا بان المغرب هو قوي بالركائز ديالو بالامن ديالو بالتنظيم ديالو. راه ما كنجيوش يامنوا عندنا ولا يلعبوا عندنا، لان كاين عندنا واحد الخاصيه هي الامن وهي الامان هي الاستقرار هي البنيه التحتيه. هذا الشيء راه ما جاش من فراغ، جاء بان كاين راعي اول الرياضه الوطنيه والرياضه المغربيه وجلاله الملك. اذا خصنا هاد الناس يبداو يعطيو هاد الثقافه للفرق الاخرى باش حتى هما يعني ملي كتنظم تظاهره في تظاهره في تظاهرات غيكون ديال كاس العالم، راه ليس بسهل هذا الامر هذا. اذا جا الوقت اللي خصنا نبداو نعرفوا بالتقاليد والعادات والاعراف والمسائل ديال الحضاره المغربيه من خلال التظاهرات اللي كتكون المغربيه. سي فارس، نتكلموا شويه على البطوله النسويه لكره القدم. مرحبا. قراءتك التنافسيه ديال الفرق لحد الدوره اربعه وسيرتو دابا غادي يكون التوقف الدولي، مقدمه الترتيب واسفل الترتيب. قبل ما ندوزو البطوله اخت نياد، هو لابد من حتى هاد المسؤولين وخاصه ديال العصبه النسائيه واللجنه المنظمه دير واحد الرجعه للوراء، ومن خلال هاد التنظيم هذا تلتفت الالتفات للمدربين واللاعبات القدامى اللي عطاهم دعوات للحضور خاصه في نصف النهايه والنهايه، وتكرم بعض المسؤولين. راه كاين مدربين اللي خدموا وكاين لاعبات اللي عطاو الشيء الكثير،
حتى هاد الدوره هادي راه غتكون فيها لاعيبه اللي كانت على راس في المنتخب الوطني، وكان لي الشرف ان نكون اخر مدرب في الحياه ديالها اللي درت ليها تغيير اللي لم يأبوا مالي معايا في سيدي مومن في نصف نهائي كاس العرش ضد خنيفره في 2011. يعني هذه من الصدف ومن الحوايج اللي يعني هذه اللاعبه جايه انا بحموله اخرى كمدربه وجايه كتنافسنا، خاص يكون تكريم لها في البلاد ديالها باش نعرفوا بان المنتوج المغربي راه الاطر المغربيه ولعبه المغلفات والحدود راه كيعطيو شي حاجه اللي كثيره. يعني لم يأبوا مهدي اللي اسم مشهور في كره القدم، اسم مشهور لاعيبه او مدربه قدمت وتقدر وتحترم وكتحترم الصغير والكبير وكنعرفها عن قرب وانسانه يعني للعائله ديالها العائله الرياضيه تبارك الله عليها. كل التوفيق لها في مسارها المهني يا رب. وغادي تشكل لهم حصان اسود داخل هذه البطوله هذه وربما تقدر تمشي النهايه لان عندها لاعبات وشفت المقابله ديالها وشفتها. خبيره بخبايا كره القدم المغربيه كلاعبه وك مدربه ديال المنتخب اقل من 17 سنه اقل من 20 سنه اقل من 23 راه كانت راه عطات شيء الكثير. نرجعوا للبطوله، البطوله ديالنا وهي بطوله لحد الان باقا ما عرفاتش المسار الصحيح ديالها خاصه في هذا الموسم هذا، لان البطوله ما غيبان لك البطل ويبان لك اللي غيطيح وهذا حتى دوز واحد تسع دورات او 10 عاد كيبان الفريق اللي غادي يصارع على اللقب ولا الفرق اللي غتطلع من القسم الوطني الثاني ولا الفرق اللي غادي تهود العصبه. يعني الدورات العشر او الحداش هما اللي غيعطيونا بالنسبه للبطوله في القسم ديال الاول كان صراع بين بركان وبين الجيش وسبورتينغ والعيون، ولكن هاد الدوره هذه خاصه الدوره اربعه بينت عجائب اخرى بان كان كيقول واحد المثال اللي ما جابها بالقلم يجيبها بالقدم، دابا كاين فرق ما جابوهاش بالقدم كي جابوها بالقلم ما العلم انهم خسروا المقابله وخذوها بالقلم. يعني وخير دليل هو المقابله ديال بركان مع 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 هلال سماره، الفريق ديال بركان رابح بجوج لصفر وكتسالي بالمقابله كتضيع لك بالقلم. العيون نفس المشكل مع العلم ان العيون خسرتها في النتيجه. طنجه نفس المشكل ربحت المقابله وخسرتها بالقلم. اذا جا الوقت اللي خاصنا بطولتنا باش تكون مشرفه، تكون ما هو اداري ما هو تقني يكون كيمشي في خط واحد. ما يمكنش حنا كنهزوها تقنيا وبقى عندنا مشاكل في التدبير وفي التسيير وفي الاداره. ملي كتكون بحال الاخطاء فهي اخطاء اللي كتكون هي بدائيه. ملي كتقول يا مدرب لعب اربعه الاجنبيات ولا مدرب ما لعبش اقل من 21 سنه، هذه اخطاء كتحملها المنظومه وعلى راس الاداري ديال الفريق اللي هو صاليري من الجامعه والمدرب اللي هو اللي كيدير التغييرات. خاص بحال الامور تولي مضبوطه قبل من المباراه. اكثر هذه وخاصه هي غير لا تغتفر ملي تكون من فريق مهيكل. حيت فريق مهيكل ما يخدمش اللي كان. يعني هذه الامور هي اللي ما بغيناش تاثر لان كتبان هي للمتتبعين كتبان عاديه. ولكن حنا راه ملي كنريحوا ونشوفوا راه كتبان لنا بانها تسيء للتدبير ديال الشان الرياضي وخاصه في نفس السياق ملي كنلقاو فريق كان يقارع الكبار اللي هو الشباب المحمديه وفريق اللي كان كينافس وكان كيشكل واحد الحصان اسود البطوله اللي دازوا سنتين خاصه ملي كان اخ والصديق امقار وملي كان نسيم المحداوي. يعني وقفوا الجيش وقفوا السبورتينغ وقفوا العيون داروا مقابلات كبيره، ولكن هذه السنه فريق كيعيش واحد الظروف اللي هي كينهزم بحصص ثقيله. بخصوص الحصص اخت نياد هو الفرق اللي كتلعب معاه لم تحترم نفسها. كيفاش لازم تحترم نفسها؟ لان ملي كتكون مع فريق جريح وما تقدروش وتلعب معاه في تروازيام ايكيب ديالك هو الفريق خاسر خاسر. هذه ولكن هذه كره القدم الفرق كيقلبوا على النتائج. ملي غادي تقول لي 18-0 وغتقول لي هذا الفريق غيجي واحد النهار ويحط السلاح وغادي هاد اللاعبات غادي يتاثروا نفسانيا. الفريق مع فينيكس مؤخرا خسر بثمانيه راه لعب غير بتسعه لعابات وتعطبت له وحده قبل من المقابل ديال الوداد تعطبت له لعابه تقطع لها صباعها في لونتخيمون. يعني لعبوا غير بعشرة، يعني في كل اسبوع كتنقص له لاعيبه. وكيدفع الثمن. وكيدفع الثمن الطاقم التقني واللاعبات، اذا الطاقم التقني كيعيش على اعصاب واللاعبات راه ولات عندهم واحد ولاو كيحسوا براسهم بانهم عاله على كره القدم النسائيه. اللي بغيت نقول لك انا خاص الفرق اللي تلعب معاهم انت غتربح بالنتيجه. هذه فرصه تجرب اللاعبات اللي ما كتلعبوش مع الفرق الكبيره. وملي تربح بثمانيه وتربح ب 18 ما خاصكش تخسر. خاصك تضاهي الفرق الاخرى. يعني ماشي تجي الفريق جريح فريق ما عندوش حتى المجموعه كامله وتقول بدات تعرض فيه العضلات ديالك. هذه من الحوايج اللي تاهي تسيء المنظومه ديال كره القدم النسائيه. علاش؟ لان الناس ملي كيشوفوا النتائج كيقولوا فريق ضعيف، ولكن الناس ما عرفاش المشاكل ديالو ما عرفاش. دابا هما هذو مشاو حتى للعيون
ما غاتمرض حتى وحده، ما غاتوقع حتى حاله، ما غادات بزاف الحوايج غاتوقع. والازمه ديالو كتاثر عليه. الازمه ديالو هي ازمه ديال المدينه الان، ليست بازمه فريق. ونتمنى الناس ديال المدينه انهم، واخا الناس ديال المدينه بغيو في هذه الظرفيه انهم يديروا شي حاجه للفريق، الفريق اذا حافظ على انه ما عطاش واحد الاعتذار عام وبقى حتى الميركاتو وتحلوا المشكل ديال الليتيج اللي عنده، ربما انه على الاقل غادي يلعب المقابلات ويهود القسم الوطني الثاني وكاين بشرف. نتمنى ويكون واقع واجمل ان شاء الله في من مورا ميركاتو الشتوي ان شاء الله باذن الله. السي فارس كنشكرك على الحضور ديالك معنا وشكرا على ما قدمتي لينا اليوم. مشاهدينا الكرام وصلنا لنهايه الحلقه، كل التوفيق لممثل كره القدم النسويه فريق الجيش الملكي، الى اللقاء.